النهاردة تحديدا وجود جلالة السلطان والعائلة والمرافقين ليه بنتشرف ان احنا موجودين هنا في مقام طيب وكريم، مقام السيدة نفيسة. وزي ما انتم شايفين اتعمل المسجد واتعمل المنطقة المحيطة وايضا الضريح الكريم. فربنا يا رب يعيننا ان احنا نكمل ما بدأناه ويتقبل منا اللي احنا بنعمله ويعيننا عليه. مرة ثانية برحب بيك وبشكرك دايما، وسعيد دايما ان انا التقي بجلالتك في زيارتك لمصر، وبشكرك شكر جزيل باسمي وباسم كل المصريين واسم كل المسلمين على مساهمتكم الجميلة اللي دايما بتبقى عنوان للمحبة والمودة. وهنا مش هنسى اقول ان احنا في مصر، يعني طائفة البحر اللي موجودين هم عايشين وسط اهلهم في مصر بمنتهى الود ومنتهى الاحترام ومنتهى التقدير، واتصور الناس اللي موجودين يعني شايفين ده وحاسين بيه، مش مننا ومش بس كدولة مهتمة بكده، لكن بص الشعب المصري يعني.